أزمة نقص السيولة النقدية بالمصارف العاملة ببلدية غات تدخل شهرها السادس، الأمر الذي انعكس على كافة مناحي الحياة، حيث بات أغلب المواطنين هنا يعتمدون على التحويلات المصرفية للحصول على احتياجاتهم اليومية اعتمادا على المرتبات التي غالبا ما تتأخر لشهرين أو ثلاثة. يعاني من نقص السيولة والحياة ماشية باللدع، ما كيف ما تشوفوا حضرتكم الآن المواطنين كانوا في مرتبات يلقى شن ياكل، ما فيش مرتبات، ما عندها شن يودع اصلا لصاحب المحل، والسيولة حالها من عيد الأضحى سيولة، ما ريناش سيولة في بلدية غات. الأزمة أثرت على الحركة الاقتصادية بالمدينة، فالمبيعات انخفضت بالمحلات التجارية بشكل كبير، واكتفى الزبائن بشراء السلع الأساسية فقط، بالرغم من توفير طرق دفع بديلة مثل التحويل المصرفي والبطاقات الإلكترونية المحلية. من ناحية المبيعات طبعا أثرت اللي هو قلة السيولة يعني وعدم حضورها، إلى حتى نوع من ضعف في عملية التسويق، وأثرت بشكل كبير. ورغم أنه كان عندنا مجالات أخرى فتحناها اللي هو التحويل يعني بالسكوب، وكذلك كان عندنا البطاقات الائتمانية، هذه كانت توفر شوية حتى في المبيعات لدى الزبون، ولكن حتى هي أصبحت في الفترة الأخيرة يعني عندنا ممكن قرابة شهر وشوية كان المبيعات تعتبر يعني تحت المتوسط، وفي أغلب السلع اللي موجودة يعني حتى الصلاحية النهاية انتهى موجودة يعني قاربت على الانتهاء، وهذا كله أثر يعني من سبب من بعد أو قلة السيولة وبعد المسافة، وأثر بشكل كبير على ناحية التسوق والمبيعات في المحل وفي أغلب المحلات الموجودة في مدينتنا مدينة غات. يعني الأهالي هنا يناشدون الدولة لوضع حلول من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية وعودة النشاط التجاري من جديد إلى بلدية غات.